السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ولدرجة الأهمية في خطورة جدا جدا، هو إيه؟ صراع معالم الجن. لازم ننتبه يا أخوانا للموضوع ده، الموضوع كبير جدا ومخيف جدا ومؤذي جدا. عالم الجن يتوعد عالم الإنس منذ خلقت الحياة، خلاص؟ طيب احنا بنديه فرصة يأذينا ليه؟ خلاص معانا الأسلحة ومعانا الوقاية ومعانا الدروع، خلاص نتوقع من عالم الجن ليه؟ لا، للأسف عدم الاهتمام من عالم الإنس، اهتمامهم بعالم الجن، فعالم الجن سيطر على عالم الإنس، لذلك هتلاقي فيه أضرار كتيرة على الساحة، عدد كبير من المسحورين ومن اللي بيهم مز واللي بيهم حسد، الحاجات دي كلها بسبب إيه؟ عالم الجن. طيب عالم الجن بيتوعدنا وإحنا عارفين بس مش مهتمين، وده بيديه فرصة إن هو يخترق ويمتلك. طيب مش كده وبس، ما مش عدم اهتمامه وبس، لا، ده كمان درجة الصراع هنا انت بتديه فرصة الصراع ان هو يصرعك ازاي؟ لا، ده انا كمان بعمل له حالة هيجان. ازاي؟ حالة هيجان، ان انا بعمل له ايه؟ بحفر الحفر، خلاص، او التنقيب، حالة هيجان، عامل زي قرص التنابير. قرص التنابير ده يبقى قاعد كده، لو حد نكشه او لمسه بيطير كله في حالة هيجان وبيلسع اللي قدامه أو بيقرزه، ماليش دعوة بقى السبب، لو كان واحد بس هو اللي عمل كده وجنبيه كم واحد كلهم بيتلسعوا كلهم بيتقرصوا من الطنابير اللي هي عاملة زي النحل دي، بس ما بتجيبش عسل يعني، خلاص. فإيه هو الموضوع؟ الموضوع كبير جدا جدا. إيه هو؟ الناس اللي هم أو الشباب اللي هم عاوزين يتحصلوا على مال كتير وبسرعة عن طريق التنقيب والحفر عشان إيجاد الحاجات الأثرية عشان يوصل بسرعة، خلاص. دي طبعا هنا مشكلة كبيرة جدا، مشكلة شرعية، مشكلة اجتماعية، مشكلة مع الجن، خلاص. طب المشكلة الشرعية ان ما انفعش ان انا اروح احفر او انقب عند اي حد او في اراضي ممتلكة للغير، مش من حقي شرعيا. طيب سيبنا، ما احنا ما بنهتموش بالامر ده وللأسف يعني. طيب اجتماعيا، اجتماعيا بقى اي حد بيتحصل على مال من الاثار اللي هو التنقيب يعني بيع وحاجة كده، حياته بتبقى في جحيم طبيعي، مشاكل، عمليات، موت، حوادث، انقلابات، حياة منعدمة، حياة كتير، خلاص. ده كله عشان انا ما يروحش للحاجة دي بنفسه واجري وراه واسعى وراه، انا بدور على الاذى بنفسي، لا. الحاجة التالتة اللي هو التنقيب طبعا، الفراعنة لما هم حطوا الحاجات دي وقفلوا عليها عملوا ايه؟ عملوها تحصين من الجن، خلاص، اللي هو بيرصد الامر ده، فبيحط جن بيوكل عليه على سبيل لما بيرجع للحياة تاني يرجع لحاجته يلاقيها موجودة، فبيبقى قاعد عليها. اي حد بيقرب، خلاص، بيحفر وبيقرب من الحاجة دي، يبقى في حاجة من ايه؟ من اللي احنا نقولها، اما ينزل ما يلاقيش حاجة والحاجة موجودة، بيحصل ايه؟ نوع من الاختفاء، ودي اخف الاضرار، ان انت بتتعب بس جسديا او بدنيا، تتعب في الحفر وفي الاخر ما بتلاقيش ليه؟ عشان هم عملوا اخفاء للحاجة دي. طيب ممكن اول ما يقرب جنب الحاجة دي ما يقدرش يخفوا الحاجة دي كتيرة او كبيرة او ما عندهمش استطاعة للخفاء، مش كل الجن اللي يقدر يعمل كده، فبيعمل ايه؟ فبيضر الايه؟ اللي بيحفر، بيمسه. والاسف الحياة دلوقتي او البلاد فيها حالة هيجان للجن، لان الكل شغال بيحفر، خلاص، بيعمل هيجان. طيب انا قدامي حاجة وعايز انزل، طب انزل زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، انزل بالرقية، خلاص،
رقية الكنوز المدفونة أنزل بيها ما يبقاش في ضرر، ولاقي الحاجة ما تختفيش، خلاص الحاجة اللي تبقى موجودة ما تختفيش ولا الجن يقدر يعمل معايا حاجة خلاص. لكن احنا بنعملش حالة هيجان للجن. تاني حاجة من الحاجات موضوع ترك البرامج العبادية وترك الأمور العلمية خلاص. دي طبعا انت بتسيب فراغ ليه؟ ان انت الخلو في الاماكن المظلمة او الخلو في الاماكن او البعد في الاماكن البعيدة عن الناس بعيدة خالص تماما، دي بتدي امور متاحة للجن يتلاعب بيك. غير الامور احنا اتكلمنا فيها قبل كده في امور السحر وحاجة زي كده، ولكن احنا بتكلم على جزئية الحفر. الحفر انت بتعمل هيجان للجن عامل زي الطنابير، وهتتأذي هتتأذي. طب ايه الحل كده؟ لما انت عاوز حاجة زي كده وحاجة في بيتك مولة في بيتك مثلا، انزل بالرقية عشان ما تأذيش. طب ايه الرقية يا شيخ؟ رقية الكنوز المدفونة خلاص هتلاقيها ان شاء الله عندك في المنتدى، خلاص المنتدى على القناة تلاقي الرقية بالكنوز المدفونة للي عاوز يتعلم ازاي كيفية الحفر من غير اي اذى. طيب حد خايف من الجن وعاوز يتحصن اللي هو بيخلو في الاماكن الظلماء او الاماكن البعيدة عن الناس، برضو في برنامج وقاية عسيرة وقاية وتحصين على المنتدى القناة، ادخل موجود واستفيد منه. لكن ما نعملش احنا بنعملش هيجان ونعمل صراع بين عالم الجن وعالم الانس، لان عالم الجن طبيعي بيتوعد عالم الانس لهلاكه حتى قيام الساعة خلاص. فننتبه من الامر ده قوي قوي. هذا والله اعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.